الماضي انتهى لما خنقتها وعرفت ان انا قتلتها، اكيد حسيت وقتها اني ريحتها وابتدى حبها جوايا يزيد. صوت معفن وجميل. والنبي عم علي بعد اذنك بس ممكن تلاقيه في ضهري من فوق. ما تخلص بقى يا جدع، انت عمرك ما استحميت ولا ايه؟ اخر مره استحميت كان عشان انضف نفسي من دمها. مين دي؟ حماتي. كانت دايما تسخن مراتي عليا وتقول لها ان انا ما بحبهاش. وانا كنت بحبها وبفوت فيها كمان. بس فيها ايه يعني لما احب معاها 3-4 حريم؟ ما انا قلبي كبير. معلش، هما النسوان كده دماغهم فاضيه. علي علي، ما احنا لازم نسيسه في الموقف الهباب اللي احنا فيه ده. يلا يا نجم علشان جمهورك مستنيك. ست انجي، انت عارفه خطيبتي الاولانيه قتلتها ليه؟ لا الصراحه معرفش. عشان كانت دايما بتستعجلني وانا ما بحبش حد يستعجلني. تستاهل خسوقك. مين ده يستاجر يستعجلك؟ ده انت تاخد راحتك خالص، احنا ما ورناش اي حاجه. وراك حاجه يا علي؟ انا ورايا منين؟ لا خالص، خد شاور جل كمان وخد راحتك وتليف براحتك خالص. ممكن بس طلب اخير عقبال ما اخلص الشاور جل ده، ممكن استاذ علي يحضر لنا الغدا؟ انجي، هما الطلاق الشفوي سامحوا بيه ولا لسه؟ الماضي ابتدى لما علقتها وابتدى دمها جوايا يشيد، حسيت وقتها اني دفنتها. لا ايه يا عم، انت عايز اقلع الشنطه؟ بالراحة عليه لحسن يقفش. ها فراخ فراخ. حط متلاش معايا توب. امسك امسك علي. اهدى بالله اهدى. لا 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 خد خد. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات تاتا، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. اه يا ناياب ماما، مفيش تصبيرة كده ولا حاجة؟ لا لا كل حاجة هتهتيجي في معادة حبيبي تلاقي. حبيبي في عندك دي؟ دي امسح بيها زي ما انت عايز. معايا دي. شكرا. ما تجيبها انا اقطع عنها. لا بلاش انت السكينه، بلاش. انا ضميري ما سمحليش ان انا اسيب صاحبتي لوحدها مع السفاح. ايه الحاتين دول؟ خد يا شاطر شاطر. استنى بس يا سمير، بتعمل ايه؟ دي كاميليا صاحبه انجي. انا كاميليا. سوري يا حبيبتي، اصل النضاره جديده فبلينها لسه. بتعملي ايه هنا؟ انا بس اصلي كنت بفكر ادخل للسفاح جوه ولا ما ادخلهوش. ليه؟ ليه انتوا صحيح عندكم سفاح جوه؟ في هنا سفاح. سفاح جوه؟ ايوه بس ما تقلقيش، انت فاكره من السفاح اللي هو ها وبيخوف ده؟ امال ايه؟ لا لا لا، ده سفاح طيب قوي، ده حكايته فظيعه تقطع القلب. ده حبيب قلبي، مراته خانته في الاسانسير ودخل يستحمى. بيستحمى؟ ده سفاح كده. ما هو سفاح ستات لازم يسفح على نظافة. الله اكسلنت. ما تقلقوش انا هشوف واعرف حكايته بالظبط. فكره، ممكن تخشوا معايا نشوف السفاح. رجاء خش يا رجاء. لا انا 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 لا انا, أنا, أنا, أنا بخاف قوي من السفاحين خالص يعني. ما تقلقوش انا يعني هعرف لكم اذا كان ده فعلا سفاح نساء ولا لا.
انا امراض نسا. ابص اقطعها، بص لسفاح النسا اعرف انه سفاح نسا ولا سفاح رجال ولا سفاح عيال. بيفرقوا بيفرقوا شكله. اوه ماي جاد. طب ما تيجي نشوف. اتفضل. بقول لك ايه اول ما اشوفه عايز اخذ معاه صوره سيلفي. سيلفي ايه؟ سيلفي يا رجال. وبعدين حاسس انك خايفه، انت معك سميه يا ماما. لا انا مش خايفه ابدا، انا متطمنه بس اول مره اشوف سفاح نفسي اتصور معاه بقى. والله حلو عليها في الصالون جوه. انت بتبقى حلوه قوي لما تعملي بوز بوز الهبله وانت واقفه جنبيه كده، صورتك تجنن. هي دي لافلي. يلا 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 نروح نشوف سفاح. لا ألف هلا وشفا. الله تسلم إيديكي. الله يخليك. آخر مرة الواحد أكل المحشي بالطعامة دي كان في بيت واحد صاحبي قبل ما قتل مراته، الله يرحمك يا رجاء. أكيد أكيد المحشي ما عجبكش. وأنا مجنون عشان أقتل واحدة عشان ما بتعرفش تعمل محشي؟ انا مجنون؟ لا 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 لا، ده انت سيد العقلين طبعا، مجنون ازاي؟ وكل ما هنالك اتعاملنا سفره زي الفل، بس نسيت تعمل السلطه. ما ادريش بنفسي غير وانا ماسك الشوكه ودببها في رقبتها الدم غرق السفره. لا 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 بس احنا عاملين سلطه، هاتي سلطه سلطه. اهم حاجه السلطه. بص بقى حضرتك، لو جيت عندي البيت وشرفتني يعني هتتبسط قوي، بعمل جنب المحشي اربع خمس انواع سلطات. يا سلام، ما عشان كده عايشه معانا بقالك كتير. هو انت اسمك ايه؟ اسمي رباب. رباب؟ اه رباب. ما قتلتش رباب قبل كده، بس مش مهم، الدفعه الجايه بس اسمها رباب. هو مين اللي عمل السلطه دي؟ انا لكدابين. انا خلاص مش هقتل حد. انا يعجبني السفاح اللي عنده مبدا، سلطه مع الاكل، المحشي عاوز سلطه، مفيش سلطه مع المحشي في قتل على طول. بارك الله فيك يا سفاح. والله راجل محترم، عشان تعرف انا مستحملك ازاي. الراجل قتل مرات صاحبه عشان مش عامله سلطه. ماشي علي ماشي. بقول لك ايه يا لؤي، متهيألي خلاص كده يعني انت طلبت تستحمى، استحميت وطلبت احشي لك محشي وانا ايدي متنيله بستيني، لا عملت لك اللي انت عايزه كله. يلا بقى نطلع على المحطه علشان نعمل الحلقه. لا انا مش هتحرك ولا اصور ايات ولا حلقه غير لما اعمل دماغ. يا حرام. ايوه عايز يريح دماغ وعايز ينام. لا مش عايز انام. امال ايه؟ انا عايز حشيش. انت جن.